السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد، وإن شاء الله نتكلموا على بن ناصر، يعني وين قهر جوفنتيس، يعني جوفنتيس الفريق اللي كان يعني قارن اللي كان كما نقولوا حنا كان واقف في السنوات الأخيرة الند للند مع فرق كبيرة، وين لعب كونتر البارسا فينال، لعب لي فينال، لعب لي دومي فينال، يعني وين كان فريق يعني كان يلعب ضد الكبار. حتى نقولوا باللي اليوم جوفنتيس لازم له تجديد، لازم له تجديد. جوفنتيس ماهوش جوفنتيس فانيك اللي نعرفوه، وين خسر بثلاثة اليوم في بلاده وين محتاج المباراة. يعني راك عشت انت تكون محتاج المباراة وتنهزم، ما نقولوش باللي ما كاش محتاجها، ما كاش يحوس عليها، ما كاش، لا، البارح شاهدنا كيفاش كان محتاج المباراة يعني من أجل الفوز. شاهدنا كيفاش احنا نفتخروا بابن الجزائر اللي بعد التعادل، يعني التعادل تاع عبد القادر الغزال وين هدفين لهدفين وسجل البوفون، يعني مي كان بوفون في اوج عطائه وين تعادل معهم. اليوم اول جزائري يفوز على جوفنتيس يعني في تورينو، نقولوا اول جزائري يفوز على جوفنتيس في تورينو. على ذلك نقولوا باللي الارقام تاع بن ناصر امام جوفنتيس في المباراه وين لعب 82 دقيقه وين صنع هدف وين لمس الكره 61، نسبه التمريرات 94%، تمريرات مفتاحيه واحده، صراعات ناجحه 3-2، اعتراضات 2، التنقيط 7.1/10، يعني وين اللعاب اللي كان نقولوا باللي كان حاسم، يعني وين بن ناصر كان حاسم وقهر جوفنتيس ويقرب ميلان من يعني من حلم المشاركه في دور ابطال بعد غياب طويل. يعني نقولوا باللي بن ناصر وين لعب مباراه كبيره اليوم، يعني بعد ما شان الاهداف ما نهضوش على الاول ساعه اللي تمركا الاول في الدقيقه 45، نتكلموا الاهداف كيف جات في الشوط الثاني، يعني اهداف يعني من رغم ان جوفنتيس وين كان يحاول باش يعدل النتيجه، لكن ميلو عرف كيفاش يضيف وين يقتل المباراه بهدفين، يعني بثلاث اهداف لصفر امام جوفنتيس، امام فريق اللي راه يبحث باش يكون مع الكوكبه اللي تشارك في الشامبيونز ليغ اللي يمثلوا ايطاليا، يعني وين كان دائما وين كان يلعب الادوار الاولى يذهب لابعد نقطه في الشامبيونز ليغ. شو كيفاش وين قاد النجم الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر سهره يوم الاحد فريقه ميلان لقهر مضيفه جوفنتيس والاقتراب من حلم المشاركه في دور ابطال الموسم المقبل. يعني وين بن ناصر وين ابهر اليوم بادائه، اداء تاعو اللي نعرفوه، هذا هو بن ناصر اللي نعرفوه. يعني تشوف الجولات الماضيه بن ناصر وين عانى يعني في يعني المستوى تاعو اللي كان متوسط، بصح اليوم شاهدنا بن ناصر العوده تاعو يعني كانت موفقه امام من؟ امام جوفنتيس، لعاب اللي راه متابع من طرف الانديه يعني عالميه امثال مانشستر سيتي نادي عالمي. هذه هي وين الميلون تغلب على جوفنتيس بثلاث اهداف دون رد بملعب يعني في بتورينو لحساب الجوله 35 من الدور الايطالي. متوسط ميدان الخوض كان وراء الهدف الثاني عندما قدم تمريره حاسمه لزميله انتي صاحب الهدف في الدقيقه 78. بن ناصر ترك الميدان في الدقيقه 82 لزميله ديغو، يعني بينما وصل ميلان للنقطة 72 في المركز الثاني بعد من المركز 72 لي معه يا ربي شكون اتلانتا، يعني وين راه مع اتلانتا، يعني راه باش التنافس على المقاعد يعني ماهي سهلة، يعني ماهي سهلة. ونقولوا بلي اليوم وين
ميلون وين عرف كيفاش يفوز يعني في هذه المباراة، مباراة نقولوا باللي كانت كبيرة اللي شافها، كانت مباراة ما كانت سهلة، كانت مباراة يعني تاع كبار، مباراة وين أكد فابيو مدير رياضي لنادي جوفيتيس بأن القرار بشأن طالب التعاقد يعني وين أكتشو كيفاش، وين خاصة على الحارس أفسي ميلون لم يحسن بعد، يعني وين تشوف يمكن نقولوا باللي بالناصر يمكن ما يخلوش يخرج من الدور الإيطالي السيري أي، يعني من أجل رفع المستوى لاعبين كاين لاعبين لنجوم هما اللي يرفعوا المستوى، هما جابوا كريستيانو من أجل الفوز بالتشامبيونز ليغ، لكن ما كانش ما مشاتش، نقولوا بلي ما مشاتش، وين خرجوا الدومي فينال، خرجوا الكاردو فينال، خرجوا الدوزيام تور، يعني ما مشاتلهمش بلا كريستيانو لعبوا فينال كونت البارسا، غامي كانت البارسا بارسا وين خسروا بثلاثة، يعني تشوف كيفاش لعبوا لي دومي فينال، لعبوا لي كاردو فينال، عاك تشوف اليوم وين صبحت جوفنتيس تبحث على مقعد، يعني بعد ما كانت تلعب يعني من اجل الادوار المتقدمه في الشامبيونز ليغ، يعني تلعب على الدومي فينال والفينال، راك تشوف كيفاش وين تراجعوا في المستوى تاعهم، وين المستوى تاع الفرق الكبيره وين تراجعت، يعني نقولوا باللي اليوم وين الجوفنت ميلون وين عرف كيفاش يفوز في هذه المباراه، يعني مباراة اللي ما كانت سهلة، الناس اللي تشوف يقول لك كانت مباراة يعني في جوفنتيس هود في المستوى، لا ماشي جوفنتيس هود في المستوى، المباراة يعني وين ميلون هو اللي خلى نقولوا باللي خلى جوفنتيس تظهر بذاك المستوى، وين موسم كبير وين قدمه المتوسط ميدان المنتخب الجزائري مع فريقه يعني ميلون، يعني بن ناصر وين قدم نقولوا باللي مستوى تاعو مستوى كبير، مستوى تاع كبار، وين قدم مباراة كبيرة، وين قدم يعني نقولوا باللي قدم مستويات كبيرة، يعني وين بن ناصر وين اللعاب اللي كان ما كانش ضمن مخططات حتى في المنتخب الوطني، ما كانش ضمن مخططات كوبل قبل ما جات ديك لافير هذيك، كان ما كانش غادي يبان يلعب، يعني بن ناصر وين قبل هذيك اللقطه وين شاهدنا كيفاش بن ناصر كان واجد، وين نعرف كيفاش يدي المكانه تاعو في المنتخب الوطني الجزائري، وين بن ناصر حاضره في فوز باهر لميلون على سيده العجوز، وتفوق نادي ميلون على مضيفه جوفنتيس في قمه جوله 35 من الدور الايطالي سيري اي بنتيجة 3-0، وسجل الأهداف ميلو كل من إبراهيم دياز في الدقيقة 45 من الشوط الأول قبل أن يضيف زميله أنتي الهدف الثاني، وين تمريرة كانت حاسمة من طرف بن ناصر في الدقيقة 78، في حين ختم يعني مهرجان أهداف اللقاء بعد توقيع هدف ميلو الثالث في الدقيقة 82 من اللقاء، وشارك الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في لقاء أساسي قبل أن يستبدله مدربه في الدقيقة 82 من المباراة، يعني شو كيفاش لاعبين ما عندنا نجوم، احنا وين كانوا عندنا، وين كانوا عندنا لاعبات هذوني، كاش كان عندنا، ما كانوش عندنا كثر خير الناس اللي جابتهم، كون قعدنا نقارعوا بن ناصر تا هو يجي وحده ويكتب في ورقة، يكتب في ورقة بن ناصر كرة في المغرب ولا فرنسا. خاتنا اللي قال لهم انا قال لهم جيت الجزائر، جيت انا مشروع، انا طرحوا عليا مشروع جيت، ما نسقاوش يكبروها، لا هو راه يلعب هنايا، راه يلعب كلاعب نعرفوا اصله منين وفصله منين، يعني هو جا لهنا الجزائر مشروع وين خطفاته الاتحاديه السابقه وهما مشكورين، السيد الحاج محمد راه هو اللي خطفه، هذا كنتو تقولوا باللي اللعاب هذو يجوا بالشكاية تاع الدراهم، أيا خرجوا ضربوا في التلفزيون وهضروا قولوا هذا اللعاب يجوا بالشكاية تاع الدراهم، خرجوا هضروا، مش كنتو تهضروا؟ علاش راكم بن ناصر بن ناصر؟ على هذا فين جا هذا فين جبناه بالشكارة، عطيناه الشكارة وجبناه، أيا خرجوا هضروها، كيما كنتو تهضروا نهار الأول، خرجوا هضروا، جات سهلة، اليوم قاعد تسكتوا، اليوم قاعد داروا لكم الحنة في فاكم.
لا هذا دخلوا لكم الحنه فوقكم، كو قعدنا نقارعوا البناصر يجي وحده، كنا نسقسوا نقولوا ماشي مواجهه جزائريه، كنا كيما قلنا نقولوا هذاك ماشي مواجهه جزائريه، محرز ماشي باباه جزائري، لا مش كنا نهضروا كيما هاك، نبو الحيفاني كو قلنا ماشي مواجهه جزائريه وباباه من طوقو، كنا كيما قلنا نهضروا ديلور، كنا نقولوا ماشي مواجهه جزائريه وباباه من المكسيك، ديلور جا وحده، ديلور كان صامت عليكم، كان صامت درتوا له عراقيل بصح كان صامت على اللي تمناوا له يكون في المنتخب الوطني الجزائري.